التحكم بالانفعالات، سواء كانت الانفعالات اللي هي الضحك والفرح أو حتى الانفعالات اللي هي الحزن والبكي والغضب، كله أيضا مهارة من المهارات اللي المفروض نتقنها بحياتنا اليومية. وفي كتير أشخاص ما بيقدروا يتحكموا، وبنسمع عن هاي المصطلحات وقديه ممكن تأثر بحياة الشخص الغير قادر على التحكم بانفعالاته. وأنت من الأشخاص اللي بتحكموا سلمى؟ يعني شوي شوي على حسب. بالعموم بالي طويل، بطول بالي. بعدين مثل ما بيقول المثل، اتقي شر الحليمة إذا غضب، هي هي تنطبق عليه تماما. تهديد مبطن ساير ساير بعدين. أكيد، وكرمال هيك سلمى، وكرمالك وكرمالي وكرمال كل حدا عم يشوفنا اليوم، ما حدا مستثنى من موضوع الانفعالات، ولكن هي بدرجات بنسب عند الأشخاص. في ناس قادرين يعني ملعبهم مثل ما بنقول بالعامية، إنه أحسن يستفزوكي ببرودتهم، إنه أوف كل شيء سويته ما استفزيتك أنا، ما في انفعالات اليوم. هاي مهارة، خلونا نشوف نحن كيف قادرين نتعلمها، قديش هي مهمة بحياتنا، وإيمت إحنا مفروض نستخدمها بالشكل الصحيح. وضيفتنا لليوم اللي حجاوبنا على كل هاي الأسئلة هي السيدة سلام قاسم، أخصائية في علم النفس. سعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. سعد صباحك يا رب. يا صباح الخير أستاذ سلام. صباح الخير سلمى. الثبات الانفعالي اللي هو المسمى العلمي لهي الحالة اللي نحن عم نحكي عنها، التحكم، خلينا نعرفه علميا شو يعني، وكيف الشخص بيقدر يكون عنده ثبات انفعالي. هلا حقيقة هذا الموضوع كتير مهم، وكلياتنا شئنا أم أبينا في بعض المواقف واللحظات تسترعي منا إنه نصير انفعاليين. الانفعال هو شدة التأثر. الانفعاليين هن أشخاص ما حسنوا يتحكموا بالمواقف اللي بتواجههم تجاه أي حدث صار معهم. هلا في الحقيقة هو الشخص الانفعالي هو الشخص اللي ما عنده قدرة على إنه يكون هادئ، ما عنده قدرة على ضبط النفس، على التحكم بانفعالاته تجاه أي موقف ممكن يكون استفزازي مثل ما تم الذكر هلا، فما بيحسن يتحكم بانفعالاته، بصير عنده ردات فعل، قد يكون كلام سيء، قد يكون نظرات، توجه سلوكي معين، وبعد ما بيصير هذا الموقف طبعا بيصير الندم على الشيء اللي صار. بس هو الانفعال كمان هو عبارة عن حالة نفسية نتيجة شحنة خارجية صارت أدت لهذا الانفعال، وتغيرت الوظائف وأعضاء الجسم، وصارت في حالة فيزيولوجية معينة. هلأ حقيقة الانفعال هو أخطر شيء ممكن يواجه الإنسان، هو خطر مميت، ناس كتير ما بتدرك هي الحقيقة. هلأ لما بصير مثلا إذا كنا أنا وياكي ماشيين بالطريق وصار موقف معين، مثلا شفنا حادث معين، مثلا شفنا رجل عم يضرب امرأة مثلا بالطريق، بجوز أنا ردت فعلي هون بلش عندي دقات القلب تتزايد عندي، مثلا من 70 صارت للـ90، بلشت المعدة عندي تزيد حموضتها، بلش تشنج المعدة يصير عندي، بلش يصير في توتر، بلش يصير مثلا شعور بالاختناق، بجوز أنت ما مر عليكي هي الأحداث. هلأ نحن الشخص العصبي، ما هو الشخص العصبي اللي متعارف عليه اللي ببلش يصرخ ويعيط ويطلع أي عبارات مثلا نائية مؤذية، هذا أبدا ما أنه هو الشخص العصبي. الشخص العصبي هو لما أنا تزايدت دقات قلبي مثلا، أنا هون شخص عصبي. لما صار عندي اللي بينعكس على جسمه يعني تماما، يعني لما أنا مثلا كمان صار عندي حموضة بالمعدة معناته أنا هون شخص عصبي. فالشخص العصبي أو الشخص الانفعالي هو بيكون الشخص يلي بتتزايد دقات قلبه، تتزايد وظائف أعضائه الداخلية مع الوسط المحيط. الشخص الانفعالي اللي بتتزايد وظائف أعضائه الداخلية، بتتزايد حركتها، بتصير غير دقيقة مع الوسط المحيط. هون شو بيأدي؟ بيأدي عندك هون إنه بيصير عندك إفراز معين بغدة معينة، لما بيرجع على البيت بيصير هذا الانفعال عم يتذكر الموقف، فبترجع نفس الشعور يلي كان وقت الموقف بيتزايد معه، فبصير إفرازات كيميائية معينة بتأدي إلى توقف عضلة القلب وتحدث الوفاة. وهذا نحن كتير منلاحظه، يعني صار بالفترة الأخيرة نشوف مثلا انه بنسمع انه شاب توفى، بنسمع حالات جلطات كثيره، ونحن ما عم نبحث باسبابها. الانفعال هو الخطر الاكثر يلي ممكن يهدد البشريه لما الانسان ما بينتبه لردات فعله، فكتير مهم التوازن الانفعالي لحتى نحسن نتحكم بانفعالاتنا ونبعد الامراض عنا قدر الامكان. فهو موضوع كثير مهم، وصراحه هو اخطر شيء ممكن يواجه الانسان.
بس بتشعري انه هو حاله طبيعيه كمان اليوم الانسان بلا انفعالات ولا تعصيب اجباري يعني، ولكن ما تكون بمستوى أكيد. انه مبالغ فيه. كرمال ما نروح لهذا المستوى ونصير بنظر العالم انه رشا او سلمى شخص انفعالي جدا بالحياه، اليوم في طرق اكيد لنقدر نتحكم بهذا الانفعال، وخاصه في اشخاص بيكون الحدث جدا بسيط او بيمروا بتحسي انه فورا ضاج فورا نار وشعلت فيه، بتقولي انه انت ما انك مستاهل يعني اللي صار يكون هذا الانفعال كله يعني. هلا كثير مهم بهيك حالات انه نحن نعرف كمان انه الشخص يلي ما بيكون متوازن انفعاليا هو بتكون ردات فعله زايده عن الحد الطبيعي. هلا كلياتنا بشر وكلياتنا بنعصب وبننفعل وبنتضايق من كثير مواقف، بس لكن تكرار المواقف وطريقه التعامل معها بخفف من حده الانفعال وبحقق توازن انفعالي. لما بصير عندنا نحن الانفعال الشديد يلي نحن ما بنحسن نتحكم فيه، هون كمان رح يؤدي عندك لحالات مرضية. رح يصير عندنا بتلاقي أغلبية الأشخاص الانفعاليين هني أشخاص بيعانوا عندك من الاكتئاب، بيعانوا من القلق، بيعانوا من الحساسية المفرطة، من الغضب. فكتير مهم نحن أنه نتعلم مجموعة من الطرق اللي بتساعد على ضبط الانفعالات وتحقيق التوازن الانفعالي. أول شيء نحن لازم الإنسان يغير نظرته للموقف، طبيعة نظرته للمواقف. يعني لما بيكون مثلا صار قدامك موقف معين، انا ما اعتبر انه هذا الموقف هجومي علي انا وانا هون بدي اخذ موقف المدافع عن النفس، لا، بعتبر انه هذا الموقف يلي صار هو مثلا انه ليحقق نوع من التواصل، ولكن الشخص يلي مقابلي عندي انا مثلا ما عنده تدريب او نوع من مهارات التواصل للتواصل معي انا، فصار هذا الموقف. لما انت بتغيري نظرتك تجاه المواقف هون نحن بصير عندنا نحن نحسن نضبط الانفعالات. اضافه لانه كمان انه لا نخلي المشاعر هي المسيطره علينا، يعني انه نحن لازم نسيطر على المشاعر. لما بصير عندي شعور مثلا انه انا حابه ابكي صار في موقف معين، ليش قلت لك لما بصير ردات الفعل يلي بتتغير وظائف الاعضاء تجاه الوسط المحيط بيساوي بالاخير انه بيوقف عضله القلب، لانه انا ما عبرت، تركت المشاعر جواتي، فصرت انا عم حس فيها وارجع للبيت واندم. اما التعبير بطريقه تكون جيده، الانسان يحاول انه يتصارح مع مشاعره ويحاول يعبر عن هذا الشعور، هذا بيحاول يحقق التوازن الانفعالي. يعني مثلا اذا صار موقف واستدعى مثلا انه انا ابكي، لازم ابكي، ما انه اكبت هي المشاعر انا وخلي المشاعر هي تسيطر علي، لا، انا لازم اكون مسيطر على المشاعر. كثير مهم نحن في الحياه انه نتعلم نقول لا. عاده نحن بنخجل مثلا اذا وحده رفيقتك او حدا مثلا بشغلك، او يعني انه ممكن يطلب منك مثلا تعي نحن نروح مشوار، بجوز انت راجعه بعد تعب مثلا ومرهقه ما عندك قدره انك تروحي هذا المشوار، فهون انت مثلا ممكن تخجلي بتقولي انه يلا رح اروح، بتجي على نفسك انت وبتتعبي وبترجعي رح تكون صار عندك ضغوطات متراكمه. هي الضغوطات المتراكمه هي فعليا مثل الصخور لما بتتراكم وبعدين بصير البركان او الانفجار. فهون انت بترجعي على البيت بتنفعلي على الاشخاص اللي موجودين، سواء من اي كلمه من اي شغله بتصير عندك رده فعل. لا، نحن نكون مسيطرين على على مشاعرنا. كثير مهم كمان نحن موضوع الاشخاص، يعني دائما الاشخاص اللي يعني اللي حوالينا اذا كانوا هن اشخاص سلبيين هدول دائما مو مجرد انه بيعطوك الطاقه السلبيه بيخلوك انفعاليه. وكثير هدول مثلا الاشخاص اللي بيكون كمان حاول نبعد نحن عن الاشخاص الاغبياء، لانه لما انت بدك تقعدي تتناقشي مع الاشخاص الاغبياء هون كمان هذا رح يعمل لك توتر ورح يعمل لك انفعال، رح تحسي بهذا الضغط يلي انت عندك، ما رح تحسني تحقق التوازن. لا، نحن ننتبه لهدول نبعد عنهم قدر الامكان. اضافه لانه انا نصيحه كثير بوجهها يعني كثير مهمه، انه لما بده يصير الانفعال، لما بتحسي انت بموقف استفزازي قدامك، انا اعطي فرصه لنفسي ثانيه او ثانيتين ماكسيموم قبل ما اعطي اي رده فعل تجاه الموقف. هي المساحه الصغيره فهي مفعوله كثير قوي، انه لانه انت مع التكرار رح تحسني تضبطي هذا الموضوع. هلا كثير مهم نعرف فن الصمت، يعني مو دائما الحكي هو المجدي، مو دائما، فهي فن انه نحن لازم نتعلم شو هو فن الصمت ونقرا عنه، يعني كيف ممكن انا احسن اكون صامته بمواقف معينه بيكون ما بتستدعي اني انفعل فيها كثير. هي الشغلات البسيطه كثير مهمه، اضافه لتمارين التنفس والاسترخاء كثير بتساعد الانسان لحتى يحاول يضبط
نفسه بشكل كتير جيد. بس هي الأمور اللي عم أقول عنها أو النصائح اللي عم أعطيها هي ما أنا بين يوم وليلة. مثلا في ناس بتفكر أنه أنا مثلا كيف أضبط انفعالاتي، أعملي هيك بعمل هيك، ما بشي الحال. لا، هي مهارة، يعني ما هي تحتاج إلى تدريب. تدريب بده وقت، يعني بتصير تراكمية، بتصير تدريبات تراكمية مع الإنسان. لما بيتدرب بصير عنده سلوك، بعدين بصير بيعرف يتعامل مع انفعالاته بشكل كتير مريح، وبشكل أنه كمان يحسن أنه يحقق التوازن الانفعالي. لأنه على فكرة الإنسان المانو متوازن انفعاليا أبدا ما نقادر على النجاح. يعني لما بتكوني أنت أحيانا مثلا موجودة بمكان باجتماع مثلا، والناس قاعدة وبدك تعطي وجهة نظر، أنت وجهة نظرك صحيحة، صحيحة 100%، ولكن طريقة إيصال المعلومة رح تخسري وتصير وجهة نظرك غلط. فكتير مهم مثلا الصوت، نبرة الصوت، هي كتير بتساعد الإنسان أنه يحسن يضبط انفعالاته. لأنه أحيانا أنت لما بيكون في موقف معين مثلا ببلش الإنسان بالصراخ، وهيك كمان هون هذا صار عنده عادي أنه أنا لما بصرخ على أي حدا معناته الشخص اللي قدامي رح يعمل لي حساب ويعتبر، يعني يشيل الاعتبار لي، هو هذا طبعا كتير خطأ. هو رح يسكت لألك لأنه رح يحس أنه النقاش معك عقيم لما بتكون أنت ما عندك مهارات للتواصل مع الآخرين. فهي الشغلات هي بتساعد أنه نحسن نضبط انفعالاتنا. إضافة لأنه الأشخاص يلي بيفوتوا عادة بنوبة غضب هن بيكون عودوا حالهم وعودوا الأشخاص على هاي النوبة. فنحن لحتى ما نفوت بهاي نوبة الغضب كمان نعطي لحالنا مساحة معينة من الصمت، مساحة معينة من التفكير، لحتى نحسن نضبط هذا الانفعال ونعد دائما على التنازلي من 10 للـ1 قبل أي موقف. شال. كمان لما الإنسان بيرجع للبيت لازم كتير مهم أنه يفكر بالموقف يلي صار. يا ترى هالموقف اللي صار بيستدعي هاي ردة الفعل يلي أنا قمت فيها؟ هون كمان بيقعد بيحسب لنفسه أنه أنا لا، لازم حاول أضبط مشاعري في المرات القادمة. مشان هيك كثرة المواقف يلي بتصير وردات الفعل تجاهها هي فعلياً بتعلم الإنسان طريقة التعامل مع هاي المواقف. في أشخاص بيقولوا مثلاً لما بيرجعوا على البيت أنا ما تجاوبت مع هذا الموقف، كنت كتير تعاملت ببرود، يا ريت رديت. فلما بيصفنوا لا، بيلاقوا أنه إذا كان الرد غير مناسب فالصمت هو الأفضل. أكيد. يعني اليوم معلومات جدا مهمة من حضرتك أستاذة سلام مثل العادة. بنتمنى نكون قدمنا وصفة لكل يلي عم بيتابعنا كيف ممكن يحققوا الثبات الانفعالي بحياتهم. شكرا لك ولوجودك. شكرا لكم، وكتير مهم مثل ما قلت أنا ضبط المشاعر والسيطرة على المشاعر لحتى نحسن نحن نكون قادرين. أكيد. وبنفس الوقت ينبعد الانفعال عنا قدر الأمكان. إن شاء الله نقدر نعمل هدول النصائح. شكرا لحضرتك ولوجودك اليوم معنا.